اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نصل فيها ابرز ما كتبت الصحف ونبدا بالعناوين. نقرا في المدى: كركوك تسجل نحو 200 جريمه جنائيه العام الحالي. الزمان عنونت: وفيات وانهيار جسور وانجراف مركبات وسط تحذيرات من فيضانات في اربيل. نطالع في القدس العربية: عادة 76 مهاجرا عراقيا إلى مناطقهم في صلاح الدين. عربي 21 جاء فيها الآلاف يتظاهرون بتونس ضد الحكم الفردي للسعيد. وبين طيات الجارديان نقرأ: قيس سعيد منشغل بالسياسة لا الاقتصاد، والفقراء تعبوا من الوعود. جاء في واشنطن بوست: نفاق الحزب الجمهوري واضح تماما من رد فعله على بنغازي وهجوم الكابيتال هيل. ونطالع في ايكونوميست: انتخابات ليبيا لا تسير حسب الخطة، لا فرصة للخروج من الماضي والصورة ليست قاتمة بالكامل. أهلا بكم، نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني وجاء فيها: أحمد صبري يقول في الوقت الذي يهتم العالم بتراثه وتاريخه ويحول الآثار القديمة إلى متاحف ومعارض فنية، نرى المعالم البغدادية مهددة باندثار هذه الرموز التي تحكي قصة مدينة كانت حاضرة العالم، وهي تقاوم من يسعى لطمس معالمها من أجل الحفاظ على وجهها المشرق الذي يشارف على الاندثار من فرط الإهمال الذي طاول مدينة بغداد، لا سيما بعد احتلال العراق في العام 2003. من هذا الإحساس بوقف التطاول على بغداد وتاريخها وسبل الحفاظ على موروث وحداثة مدينة بغداد وتراثها العربي لإبراز مكانة بغداد وموروثها التراثي والحضاري وسبل تكريسه في عملية الحداثة الموعودة لإعادة وجهها المشرق ودورها في الموروث والحفاظ على سماته وخصوصيات النسيج البغدادي وعمارتها التراثية الإسلامية للحفاظ على أبنية الحداثة في بغداد وضرورة وقف التسارع نحو الزوال. وتحولت معظم هذه البيوت والمباني إلى مجرد ديكورات، خصوصا بعد هجرة أهليها بعد الاحتلال، إضافة إلى أن استمرار الإهمال دون عمليات منظمة لإعادة بنائها أو ترميمها يهدد باختفاء آثار هذه البيوت ويجعلها جزءا من الماضي خلال سنوات معدودة. وعلى الرغم من غياب العدد الكلي للمباني والبيوت القديمة غير معروف وتعرض أغلبها للهدم والتخريب والبيع بطرق مشبوهة لاستغلال أراضيها للبناء الحديث تجاوز الألف، ويرى مهتمون بالعمارة البغدادية وسبل الحفاظ على هذه الصروح ضرورة استصدار قوانين ملزمة لمنع أصحاب هذه المنازل التاريخية من التصرف فيها كونها وجه بغداد القديم والجميل، في حين يستمر العمل لمعرفة العدد الحقيقي للمنازل التي تحتاج إلى الترميم والتأهيل. الكاتب أحمد صبري يضيف حيث يقول: شهدت رموز ومثابات موازية لتاريخ بغداد كانت هي الأخرى عرضة للنهب والاستباحة بعد احتلال بغداد من قبل لصوص نهبوا ودمروا وجوه ورموز بغداد العاصمة بالتهديد والتخريب والحرق المنظم أو بجعلها أماكن لسكناهم، في مشهد شبيه لما تعرضت له بغداد على يد هولاكو وجنوده. ننتقل إلى صحيفة الزمان وجاء فيها حول سيول أربيل: مؤخرا تفضح الإهمال والتقصير وسوء التخطيط. عبد الستار رمضان يقول في صحيفة الزمان: لا يوجد أسهل من القول إن الأمطار ظاهرة طبيعية والسيول والعواصف تحدث في كل دول العالم، والتبرير بأن الآثار والأضرار التي حدثت هي أقل بما حدث ويحدث في دول أكثر تقدما حدث فيها أسوأ وأخطر مما حدث في أربيل.
سيول أربيل والأمطار التي إذا ما استمرت عدة ساعات في أي مدينة في العراق والإقليم فإن الشوارع تتحول إلى مسابح والمنخفضات إلى سيول والمياه إلى أنهار جارفة تجرف معها كل شيء، سيارات وبيوت وناس نائمين في بيوتهم يجدون أنفسهم وسط بحر متلاطم من المياه التي تحاصرهم وتجعلهم من هول الكارثة يفقدون أعز أحبائهم، كما حدث للطفل دانا ابن 10 أشهر والذي جرفته السيول من يد أبيه الذي كان يحاول إنقاذ أولاده الأربع. إن الإهمال والتقصير واضح في المناطق التي تضررت لأن أغلب البيوت أنشئت تجاوزا أو خطأ من ناحية المكان، فأين دور المهندسين ودوائر البلدية التي عليها توضيح الأمر للناس كيف تسمح بالبناء في المناطق المنخفضة أو الوديان أو قرب الجداول والأنهار؟ التقصير وسوء التخطيط في إنشاء الأحياء أو المدن الجديدة حول أربيل والكثير من المدن العراقية التي غالبا ما يقوم بها أشخاص مسؤولون ومتنفذون يسيطرون على أراضي وعقارات ويبنون عليها بيوتا أو أحياء تباع إلى الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. حقيقة يجب مراجعة وتقييم عمل وأداء المسؤولين في الإدارات الحكومية والمحلية والبلدية والدفاع المدني كذلك والطرق والجسور والبيئة والطابو والصحة والإدارات الهندسية ومحاسبتهم وإعفاء المقصر منهم والمهمل منهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. أما في موقع كتابات جاء فيه فشل الديمقراطية في العراق والأسباب والآفاق، أدهم إبراهيم يقول عن فشل الديمقراطية في العراق حيث يقول أربكت نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة الوضع السياسي بشكل كبير وواضح وأظهرت تباينا واضحا في وجهات النظر بين قوى ومكونات الفائزين بالانتخابات وبين المعسكر الرافض لنتائجها. هذا المعسكر الذي ضم الميليشيات الولائية والقوى التقليدية الماسكة لزمام السلطة فانتظم تحت ما يعرف بالإطار التنسيقي، يقابله أنصار مقتدى الصدر الفائزين بأكثرية المقاعد، وكان ذلك نتيجة متوقعة رغم أنها متأخرة للأخطاء الكبرى التي وقعت فيها الإدارة الأمريكية وقادت إلى الحالة الراهنة بعيدا كل البعد عن الصورة النمطية للعراقيين. إن التحليلات تشير إلى أخطاء مميتة بالطريقة التي اتخذت بها الولايات المتحدة قرار الحرب على العراق والتقديرات الخاطئة لرد فعل العراقيين وعدم وجود تصور أو خطة للكيفية التي تدار بها مرحلة ما بعد نهاية العملية العسكرية. يضاف إلى ذلك فشل استخباراتي لا حدود له في الحصول على المعلومة وتحليلها، ثم أخطاء ترتبط بقرارات كبرى كالاجتثاث وحل الجيش والشرطة دون التفكير في البدائل أو العواقب المترتبة على ذلك، إضافة إلى العجز عن التعامل الإنساني مع بعض المكونات والإساءة في التعامل مع القوات المسلحة. إن ما يحدث داخل العراق في الوقت الحالي يمثل مشكلة بنوية حقيقية للنظام السياسي الذي تشكل بعد سقوط نظام الحكم السابق، حيث لم يسقط النظام وحده بل سقطت مؤسسات الدولة العراقية بما فيها الإدارية والصناعية والزراعية والصحية والتعليمية والخدمية وغيرها من الفعاليات اللازمة لبناء واستمرار الدولة. يقول الكاتب إن هذا التحول الديمقراطي الذي استند إليه مشروع الاحتلال العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في العراق ظل معطلا لمدة طويلة حيث بقي خلف واجهة ديمقراطية مضللة تفتقر إلى منظمات المجتمع المدني أو الحريات العامة، واستندت كذلك على انتخابات مشوهة ومزورة في نفس الوقت ولا تعبر عن إرادة حقيقية للناخب العراقي، ولم تحقق الديمقراطية الزائفة في العراق سوى العنف الطائفي والإرهاب والفقر وانتشار السلاح والجريمة المنظمة وعدم الاستقرار السياسي والفوضى وتدني القيم الاجتماعية. نطلع في العربي الجديد حول فتح الأرشيف الجزائري لحرب التحرير، حيث كتب محمد سي بشير مقالا في صحيفة العربي الجديد جاء فيه
قرر الرئيس الفرنسي ماكرون أخيراً فتح أرشيف الثورة التحررية في جانبه القضائي وفق القرار الفرنسي المتصل بجانب مظلم تماماً من ذاكرة تلك الفترة الرهيبة للشعب الجزائري، حيث عذب وقتل وأعدم مئات الآلاف من الجزائريين، وبقيت تفاصيل ما حدث لهم مجهولاً يلفه غموض كثير بسبب الإنكار الفرنسي لتلك الجرائم وإرجاع ما حدث إلى ارتباطه بحرب كبيرة ما كان يمكن للسلطات الفرنسية أن تديرها من دون تلك القبضة الإجرامية الرهيبة. يشير الجانب الاستراتيجي من المكيدة الفرنسية قرار فتح أرشيف الثورة الجزائرية التحريرية في جانبه القضائي إلى المقاربة الفرنسية نفسها في حد ذاتها بعد مسارعة ممثلها في لجنة الذاكرة المؤرخ بنيامين ستورا إلى تسليم تقرير الجانب الفرنسي من العمل التاريخي أو لنقل رؤية الفرنسية لإصلاح إشكالية الذاكرة تتضمن المبادرة دوما بالقرارات والاستراتيجيات القطرة قطرة في الوقت الذي تشاء وفق إرادتها من دون الالتفات إلى مطالب الجزائر في حزمة قرارات مرتبطة بالذاكرة يجب أن تنطلق من ثلاثية الاعتراف الاعتذار التعويض ثم إجراءات تسليم الأرشيف الكلي للدولة الجزائرية العثمانية والاستيطانية كله مرة واحدة من دون نسيان جماجم الشهداء من مجاهدي الفترة الأولى للمقاومة الجزائرية لا تنتبه فرنسا إلى أن الجانب الجزائري جاهز بتلك الحزمة من المطالب لأنه ما فتئ يرددها وساهمت الأعمال الكبيرة لمؤرخين كبار خصوصا عميدهم أبي القاسم سعد الله في الإشارة إليها إلى مستويين بصفة خاصة التاريخ للدولة الجزائرية الأميرية الأمير عبد القادر ثم التدمير الثقافي الذي طاول الجزائر من جراء قرن وربع القرن من سياسات الاستثمار الفرنسي وفق لغة البشير الإبراهيمي شيخ جمعية العلماء الجزائريين رحمه الله. يقول الكاتب على الجانب الجزائري الانتباه للمكيدة الفرنسية وردها في نحرها بمقاربة استراتيجية تعمل على تفكيك الخطاب السياسي الفرنسي والتركيز كذلك على منظومة تفاوضية متكاملة تربط بين رباعية تتضمن السياسية الاستراتيجية الاقتصادية الأمنية كذلك لأنها سبل مواجهة مقاربة فرنسا ومقاربة فرنسية تماما ترفض الندية وتعول على المماطلة على الدوام. أما في الجارديان فجاء فيها قيس سعيد منشغل بالسياسة لا الاقتصاد والفقراء تعبوا من الوعود. نشر صحيفة الجارديان تقريرا عنده سايمون سبيكمان كوردال قال فيه إن التونسيين العالقين في الفقر فقدوا الأمل تماما فمنذ بداية الربيع العربي تمر الأعوام ويشعر الذي يحاولون النجاة من زيادة الأسعار وعدم توفر فرص العمل والوباء أن شيئا لم يتغير. كان حرق النفس حافزا للثورة التونسية والربيع العربي، ولكن السنوات الإحدى عشرة التي تبعت الحادثة كانت بمثابة رحمة ممزوجة لتونس. فالمكاسب كانت مهمة، إلا أن ارتفاع أسعار الحياة اليومية وتراجع مستويات المعيشة وما تركه وباء كورونا والخلافات السياسية أدت لحرف المسار الجيد وتركت آثارها الدائمة. وكان التونسيون يشعرون بالفخر عند الحديث عن بلدهم باعتبار تونس التجربة الوحيدة التي نجحت من بين ثورات الربيع العربي. وكان هذا قبل تدخل سعيد الدرامي في الحياة السياسية يوم 25 من تموز يوليو مؤكدا حكم الرجل الواحد، وقد أسكت بشكل فعلي كل هذا الكلام. فبعد 5 أشهر من التكهنات وتعيين حكومة رمزية قدم أخيراً خطته للإصلاح الدستوري والتزم باستفتاء يعقد في شهر تموز يوليو المقبل على دستور جديد وقبل أن يتم عقد انتخابات نهاية العام المقبل، وفي الوقت الذي كرس فيه الرئيس كل طاقته للإصلاح السياسي إلا أنه لم يكرس نفس الجهود لتقديم أجوبة للمشاكل المالية التي تنخر في عظام الحياة اليومية وأكثر مما كانت عليه قبل 11 عاما.
يقول الكاتب: بدأ التراجع الاقتصادي التونسي قبل فترة من الثورة التي أسهم في تحفيزها بشكل كبير، ولكن الساسة وبعد الثورة تجنبوا مواجهة الجذور الرئيسة للأزمة وركزوا بدلا من ذلك على المشاريع السياسية التي يظهر فيها الأشرار والأخيار بوضوح، وهي موجة لا يبدو أنها ستختفي قريبا. إيكونوميست جاء فيها، حيث نشرت المجلة تقريرا عن الانتخابات الليبية، قالت فيه إن العملية لا تسير حسب المخطط لها، وإلى أن أفضل ترفيه لدى الليبيين في نهاية الأسبوع هو مشاهدة سباق الخيول العربية في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، والتنافس قد يكون بين مجموعة من الخيول العنيدة، ويحتاج الحصان طبعا إلى مجموعة من الرجال لوضعه في مكانه في السباق. وحتى بعد كل الجهود هذه التي تبذل من أجل هذا الحصان، يقوم الحصان برمي فارسه والتخلص منه. هناك إشارات على تأجيل الانتخابات في وقت بدأ أمراء الحرب باستعراض عضلاتهم، وحاصرت ميليشيا في 15 من كانون الأول ديسمبر مكاتب الحكومة بالعاصمة وإن لفترة قصيرة. وكان من المفترض أن تخرج الانتخابات ليبيا من حالة الفوضى التي بدأت عندما قام الثوار وبدعم من حلف الناتو بالإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، ثم دخلت البلاد في عام 2014 حربا أهلية بسبب الخلاف على الانتخابات، وسارعت القوى الخارجية للدخول، تركيا في الغرب وفرنسا والإمارات وروسيا في الشرق، وحاولت الأمم المتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية في عام 2015 لكنها لم تحصل على الدعم الكامل. وفي عام 2019 قام الجنرال خليفة حفتر بمحاصرة العاصمة طرابلس لمدة 14 شهرا وفشلت محاولته، والفضل يعود في ذلك لتدخل تركيا. وبعد ذلك قامت الأمم المتحدة برعاية عملية سياسية قادت إلى وقف إطلاق النار في حكومة انتقالية وافقت عليها كل الأطراف في شباط فبراير عام 2020، وكانت الانتخابات الرئاسية تتويجا لهذه العملية السياسية، وسجلت نسبة كبيرة من الناخبين للمشاركة، إلى أن الفصائل المسلحة رفضت قانونا انتخابيا دفع به رئيس مجلس النواب في الشرق. لكن القصة الليبية ليست قاتمة كلها، فلدى ليبيا ثروة كبيرة من النفط، وبعدد قليل من السكان لا يتجاوز 7 ملايين نسمة، ولا تبعد إلا أميالا قليلة عن المستهلك الأوروبي. وبعيدا كل البعد عن خلافات السياسيين، يقوم القادة العسكريون بجهود لتوحيد البلد. هناك من يعتقد أن بعثة الأمم المتحدة باتت في يد قوية الآن، فهي بيد الدبلوماسية الأمريكية التي رسمت خريطة الانتخابات ستيفاني ويليامز التي تحاول جمع المرشحين. وفي خبرنا اليوم بعيدا عن السياسة، في طوكيو لقي 27 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في مبنى بمدينة أوساكا في غرب اليابان، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء. وأظهرت مشاهد بثتها شبكة التلفزيون العمومية NHK وقنوات تلفزة أخرى عناصر الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في المبنى المؤلف من 8 طبقات والواقع في أحد الأحياء التجارية بوسط المدينة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الطابق الرابع يضم عيادة تقدم خدمات للصحة العقلية والرعاية، ولم يتضح في هذا التقرير أن الحال سبب المشكلة التي أدت إلى هذا الحريق وإلى هذه الكارثة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.